السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الإله المراحي من قناة مات أفيك المراحي لشرح دروس الرياضيات لجميع المستويات. درس اليوم وهو الفروع اللانهائية. هذا الدرس سيساعدنا في إنشاء منحنى الدالة. هذه الفروع اللانهائية تنقسم إلى قسمين: المستقيمات، مستقيمات المقاربة، وكاين الفروع السلجمية. غادي نبداو بالمستقيمات المقاربة. مستقيمات المقاربة بعد تيكون عندنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا تساوي لا نهاية. بعد تيكون عندنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا تساوي لا نهاية، زعما بليس لانفيني ولا ناقص لانفيني. هنا تنقولو المستقيم دو المعادلة اكس تساوي ا فهو مقارب عمودي لمنحنى الدالة بجوار لا نهاية. المستقيم ذو المعادلة اكس تساوي ا اكس تساوي ا فهو مقارب عمودي لمنحنى الدالة سي دو اف بجوار لا نهاية زائد لا نهاية لا ناقص لا نهاية. نديروها ترسمو في معلم ممنظم متعامي. سيبوزون أ سيبيريور صفر، سيبيريور صفر تكون عندنا أ هنا. المستقيم ذو المعادلة إكس تساوي أ، هنا المنحنى تيكون عما تيكون بحال هكا ولا تيكون بحال هكا، زعما يقارب عندو هنا مستقيمات مقاربة أي يتقارب حتى يتقارب هنا ولا تيتقارب ليه من هنا. هنا تتكون عندنا الليميت اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا من جهة اليمين تساوي زائد لا نهاية. هنا تتكون عندنا الليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا من جهة اليمين تساوي ناقص لا نهاية. هنا تتكون عندنا ليميت ديال دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى اخ من جهة اليسار تساوي ناقص لا نهاية. وهنايا تتكون عندنا ليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا من جهة اليسار تساوي زائد لا نهاية. هنا بدات تكون عندنا ا اكبر من صفر، لكن بدات تكون عندنا ا اصغر من صفر. تقول لنا ا هنا معادلة مستقيم اكس تساوي ا. كذلك هنا تتكون ربعة الحالات، المنحنى تيكون هكا ولا المنحنى تيكون هكا ولا المنحنى تيكون هكا لا المنحنى تيكون هكا. هذا مقارب للمستقيم اللي معادلته اكس تساوي ا. هنا تتكون لنا ليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا من جهة اليمين تساوي ناقص لا نهاية. اش هنا كاين ناقص لا نهاية، هنا زائد لا نهاية، هنا زائد لا نهاية، هنا ناقص لا نهاية. هنا تتكون عندنا ليميت ديال اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ا من جهة اليمين تساوي زائد لا نهاية.
هنا تتكون عندنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ار من جهه اليسار تساوي زائد لا نهايه. هنا تتكون عندنا ليميت، هنا تتكون عندنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ار من جهه اليسار تساوي ناقص لا نهايه. هذا بالنسبه للمستقيمات المقاربه العموديه. غادي نشوفوا المستقيم المقارب الافقي، مسحو هنا كذلك. عندما تكون عندنا ليميت دو اف ديال اكس عندما اكس يؤول الى لا نهاية تساوي ا. هنا تنقولوا المستقيم، في هذه الحالة تنقولوا المستقيم دو المعادلة إيكغيك تساوي ا، لاحقاش هنا إيكغيك إيكالا ا، إيكغيك إيكالا ا، ما جاش إكس تساوي أ في العكس اللي شفنا، فهو مقارب أفقي لمنحنى الدالة بجوار بلس لانفيني، بلس لانفيني ولا ناقص لانفيني. تنديرو هنا في معلم ممنظم كالعادة، هنا سيب زام نسيب بوزيو أخ، هنا أ سوبيريور أو صفر، المستقيم دو المعادلة إيكغيك تساوي أ. هنا كذلك تكون عندنا ربعة الحالات، تكون عندنا المنحنى يتقارب على هذا الشكل أو يتقارب على هذا الشكل أو يتقارب على هذا الشكل أو يتقارب على هذا الشكل بالنسبة ل أ أكبر من صفر. هنا ستكون عندنا هنا الدالة تزايدية، هنا الدالة تناقصية، هنا الدالة الدالة تزايدية، هنا الدالة تناقصية. وكذلك لكن عندنا بالنسبة لأ هنا أ أصغر من صفر، كذلك ستكون عندنا كيف المستقيم إيكغيك تساوي أ، هنا إيكغيك تساوي أ بالنسبة أ أكبر من صفر أ أصغر من صفر. كذلك تكون عندنا بعض الحالات يكون يتقارب من على هذا الشكل أو على هذا الشكل أو على هذا الشكل أو على هذا الشكل. كذلك هنا دالة تزايدية، دالة تزايدية، هنا الدالة تناقصية، هنا الدالة تناقصية، وهنا دالة تزايدية. هذا بالنسبة للمستقيمات المقاربة. غادي نشوفو الفروع السجامية اللي نمسح هنا. الفروع السجامية الفروع السلجمية، هنا العكس متقارش أي يتباعد، يتباعد. غادي نشوفو غادي حنا تتكون عندنا تتكون عندنا ليميت دو اف
de x, indemne x, il y a l'infini, tout ça, oui, l'infini. Bah, tu connais la fille de la halle, maintenant que tu as le goût de voir, ou la fille de la limite de f de x, la x, indemne x, il y a l'infini. Et là, tu connais la fille de la halle, tu connais la fille يقدر يكون عندنا لانفيني يقدر يكون عندنا اللي تساوي ا اللي هي ديفيرون دو زيرو نشوفوا حاله بحاله واحده هجوج ثلاثه بدي نشوفوا الحاله الاولى اللي فيها ليميت دو اف ديال اكس على اكس عندما اكس يؤول الى لانفيني تساوي صفر عندما هنا تنقولوا بان المنحنى C de F, yakbalo, farhen, seljemigen, seljemigen, tijehuhu, mehwar, al-afasis. Tendiru fi munhana, tendiru fi ma'lamu mandam, tikun alayha tshifi. اي يتبع منحى فرعا سلجاميا تجاه محور الافاصيل زعما يبتعد من محور الافاصيل ويتجه نحوه تبعد منه تتجه لعنده شكرا كذلك هنا اللي يقدر يكون هكا تبتعد عن محور الافاصيل وتتجه عنده يبتعد عنه ويتجه نحوه على هذا الشكل لهذا الشكل نشوفوا الحالة الثانية نمسها هنا ليميت اف دو اكس عندما x يؤول بليس لانفيني تساوي لانفيني هنا تنقول أن المنحنى دالة c دو f f دو x يقبل فرعا سلجميا اتجاهه محور الأراتي تكون على هذا بجوار بليس لانفيني مو لانفيني تكون على هذا الشكل يكون اتجاهه محور الأراتيب زعما يبتعد من محور الأراتيب ويتجه نحوه هذا الشكل يبتعد منه على هذا الشكل أما تكون هذه الحالة ولا هذه الحالة ولا هذه الحالة ولا هذه الحالة على حساب نوعية الدالة نشوفوا الحالة الثالثة نمسح كذلك هنا نمسح كذلك هنا عندنا ليميت دو اف دو اكس على اكس تساوي لينا A avec A تخالف الصفر avec A تخالف الصفر في هذه الحالة تنحسبو ليميت دو اف دو اكس ناقص ا اكس ليميت ديال اف ديال اكس ناقص ا اكس كم اكس تنفر لا نهاية هنا تقدر تكون لنا تساوي بي وتقدر تكون لنا تساوي لانفين نشوفوا هذه الحالة وهذه الحالة عندنا هذه الحالة الأولى عندنا الليميت ديال اف ديال اكس ناقص ا اكس عندما اكس يؤول الى لانفين تساوي بي هنا تنقولوا بان سيلو اف C de F يقبل مقارب مائل معادلته
معادلة y تساوي a x plus b. a x plus b. هنا نشوفوا الحالة الثانية بتتكون عندنا ليميت ديال f دو x ناقص a x عندما x يؤول إلى لانفيني تساوي لانفيني. هنا تنقولوا بأن c دو f يقبل فرعا سلجيميا في اتجاه المستقيم و y تساوي ax. تبين لنا واحد شي ملاحظات بأن عندما تكون f دو x ناقص ax تساوي لانفيني، زعما هاد لا ديفيرونس فهو بعد على بعضياته، إذن فرع سلجامي تبعه. وبعد تكون لينا تساوي ب، راه هاد لا ديفيرونس راها متقارب مع بعضياته، إذن تنهضرو على المقارب. y تساوي ax بليس b. كاين حاجة أخرى يعني تنشوفوها بأن بعد نمسحو هنا باش هادي باش تنعقلو على شي حوايج. عندنا ليميت دو f دو x على x عندما x يؤول إلى بليس انفيني تساوي صفر. تنقولو بأن المستقيم دو المعادلة تنقولو بأن يقبل فرعا شنجميا تجاهه محور الأراتب. تقولوا بأن المستقيم بأن المنحنى CF يقبل فرعا سلجميا تجاهه محور الأفاصيل. علاش؟ باش لأن حيت تكون واحد الرابور واحد لا ديفيزيون واحد القسمة لعدد على عدد تعطينا صفر، تنستنتجو بأن العدد اللي في المقام هو الكبير لهذا تنقولو تجاهه محور الأفاصيل. هذا في محور الأفاصيل هو اللي أكبر من هذا في هذا الرابور في هذا القسمة. عندما تكون عندنا ليميت ديال f دو x على x عندما x يؤول إلى لانفيني تساوي لانفيني، من هنا تنستنتج بأن في هذا القسمة في هذا لا ديفيزيون في هذا الرابور في هذا القسمة هذا هو اللي تيكون أكبر. علاش تنقولوا بأن c دو f يقبل فرعا سلجميا تجاهه محور الأراتب. هادشي أنا باش عاقل عليهم بحال هكا، لحقاش هنايا في هاد لا ديفيزيون هذا هو الكبير تعطينا، علاش لحقاش يعطينا صفر، وهنايا العكس هذا هو الكبير اللي تعطينا عدد كبير، واخا تقسمو تعطينا عدد كبير، هذا تكون صغير هذا تكون كبير، علاش يكون فرع سلجميا تجاهه محور الأراتب. غادي نشوف واحد المثال اللي تيقربنا أكثر من المقاربات العمودية والأفقية. غادي نشوفو لتكون دالة f دو x المعرفة على r بما يلي. عندك f دو x تساوي 3x بليس 1 سير x بليس 2. السؤال تقول لك حدد مجموعة تعريف الدالة، أعطي
تأويلات لا نهائية. طيب التأويلات التأويلات الهندسية عندنا f دو x جاوبنا f دو x ثلاثة x زائد واحد على x زائد جوج عندنا الدومين دو ديفينيسيون هو r ناقص اثنين الدومين دو ديفينيسيون هنا هو من موان لانفيني تل موان دو اينيا موان دو زيسكا بليس لانفيني عندنا ليميت ديال f دو x كون x طون فير ناقص لانفيني تساوي اكبر حد على اكبر حد هو ثلاثة راه شفنا في الدروس الماضية وكذلك هنا الليميت ديال f دو x عندما x يؤول الى زائد لا نهاية هو اكبر حد على اكبر حد هو ثلاثة هنا اش نقولوا التأويلات الهندسية تنقولوا ان المستقيم ذو المعادلة y تساوي ثلاثة فهو مقارب افقي لمنحنى الدالة بجوار هنا بليس لانفيني او موان لانفيني غادي نرسمو في معلم ممنظم ومتعامد من هنا منحنى الدالة المستقيم f دو x تساوي ثلاثة y تساوي ثلاثة وهذا عدنا في موان لانفيني الليميت دو f دو x عندما x موان لانفيني هو ونطرو غادي يكون بحال هكا ولا بحال هكا الا كانت f دالة تناقصية ولا تزايدية هنا تناقص تكون الا كانت f تناقصية ولا كانت f تزايدية غادي يكون على هاد الشكل كذلك في بليس لانفيني غادي يكون على هاد الشكل او على هاد الشكل حسب دالة الا كانت تزايدية الا كانت تزايدية ولا تناقصية غادي نشوفو ليميت دو f دو x عندما x يؤول الى ناقص اثنين زائد وناقص نسحو هنا عندنا ليميت دو f دو x عندما x يؤول الى ناقص جوج من جهة اليسار تساوي تنعقدو هنا تتعود لينا ناقص جوج في ثلاثة جا ناقص زائد واحد جا ناقص خمسة وفي التحت تتعود لينا صفر كذلك هنا ليميت دو اف دو اكس عندما اكس يؤول الى ناقص جوج من جهة اليمين تساوي ناقص خمسة على صفر هنا تنشوفو التغيرات ديال هذا ديال x زائد جوج بنواحي هنا وهنا تنشوفو هنا x زائد اثنين هنا ناقص صفر ناقص اثنين هنا تتعود تكون ناقص هنا زائد إذن هنا تتعود لنا تساوي ناقص خمسة على زيرو تساوي بليس لانفيني وهنا تتعود لنا ليميت ديال f دو x عندما x يؤول الى ناقص جوج من جهة اليسار تساوي ناقص خمسة على زيرو بليس اللي هي تساوي ناقص لا نهاية تنديرو الرسم ديالها في منحنى في معلم منظم هذا منحنى منظم عندك
عندنا هنا اكس اكس تساوي ناقص جوج، تنديرو الرسم المستقيم الافقي بالعمودي عفوا اكس تساوي ناقص جوج، هذاك ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير دو موا دو موا هو بليس لانفيني كيكون بحالو، وعندك ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير دو دو بليس هو موا لانفيني كيكون عندنا بحالو. هذه هي التأويلات الهندسية، نقول أن المستقيم ذو المعادلة إكس تساوي ناقص جوج فهو مستقيم مقارب بعمودي لمنحنى الدالة إف دو إكس بجوار بجوار نقول ان المستقيم مقارب ان المستقيم ذو المعادله اكس تساوي ناقص اف هو مقارب عمودي لمنحنى الداله. وشكرا، ونتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونطلب منكم الضغط على زر الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغادي نشوفوا أمثلة في دروس قادمة لشرح الفروع السلجمية. دابا شفنا المستقيمات المقاربة، غادي نشوفوا في دروس أخرى الفروع السلجمية.